ناس كتير عماله تتكلم عن مواتير العربيات والموتور بتاع العربيه الكرنفال الجديده اللي انت عمال تقول العربيه جامده وعربيه جامده، والموتور ده اصلا 1600، فانت ازاي بتقول ان هو جامد؟ بص يا سيدي، كوبايه الشاي الجميله وصلي على رسول الله، وانا هقول لك دلوقتي ايه قصه المواتير وايه الفرق بين الموتور البنزين والموتور الهايبرد والموتور الكهرباء وايه القصص دي وتعمل ايه وتختار ايه، والمواتير الثلاثة سلندر والاربعة سلندر. بس ايه يعني، ركز معايا كده علشان اللي جاي ده كلام مفيد. اللي عايز يقتنع اهلا وسهلا، اللي مش عايز يقتنع اعتبر ان انا ما قلتش اي حاجة وارمي كلامي ده في الزبالة. النهاردة لما تكون معاك عربية كبيرة فان سواق وانت قاعد جوه باشا زي الكيا كارنفال المعدلة من قبل القبطان، ليه انا اجيب عربية زي دي وتنزل بموتور 6 سلندر؟ ادفع لها بنزين كتير، ادفع لها ضريبة كبيرة، ادفع لها في المرور تراخيص عالية، عشان ايه؟ هل صاحب العربية هياخد العربية يجري بيها؟ يعني هياخد بيها مسافات وجري ونقفل عداد والكلام ده؟ مفيش الكلام ده. بعدين العربية دي اصلا هايبرد، يعني فيها موتور بنزين وفيها موتور كهرباء صغير مع بطارية كهرباء صغيرة، فبيخلي العربية الـ 1600 سي سي دي بتطلع 240 حصان. النهاردة عربية بتطلع 240 حصان و350 عزم نيوتن متر. تعال قارن بقى ايه العربيات اللي موجودة حاليا في السوق 1.5 وهتلاقيها بتطلع 180 حصان، 1.6 وفي عربيات 1.6 بتطلع 140 و150 حصان. معظم عربيات فولكس فاجن، معظمها يعني مش عايز اقول كلها، بتطلع 150 حصان وهي 4 سلندر. فانت ما تحاولش تقول ان شريف مثلا او غير شريف بيقول ان الموتور ده كبير علشان يعني عايزين يسوقوا للعربيه والناس دي مش فاهمه في باشا. الموضوع ابسط مما تتخيل. انا كل اللي يهمني العربية دي نفسها لما عميل هياخدها هيعمل بيها ايه، هيسوقها مش هيسوقها. فانت مش هتتمتع بقيادة العربية، بتبقى ماشية بالراحة لان فيها رجل اعمال او فيها كذا واحد او فيها اسرة ماشية بالراحة، تروح مشوارها بالراحة. موضوع طب هل بقى الموتور ده يستحمل مثلا ان الحجم من 9 اشخاص يركبوا ويكون معاهم بلاي ستيشن محطوط عشان يلعبوا في الشاشة ومعاهم شنط في الجزء الخلفي من العربية؟ يستحمل يا باشا، يستحمل مفيش مشكلة. الموتور ده 4 سلندر 1600 سي سي 240 حصان وشغال معاه موتور كهرباء كمان. يعني لا، انا شايف موضوع احنا مقفورين شوية، او الناس يعني اللي ما جربتش العربية او ما كانتش ليها الحظ ان هي تجرب العربية فمش قادرة تقتنع باللي انا بقول. طيب تعالى نشرح بسرعة كده ايه القصة بتاعت المواتير وايه القصة او ايه الفرق ما بين كل حاجة والتانية. في اليومين دول انتوا سامعين ان في قرار للعربيات ذوي الهمم ان هم هيخلوها 1200 سي سي، فالناس متضايقة كتير من الموضوع ده. لو حصل طبعا الموضوع ده لو حصل مش هيبقى في مصلحة ذوي الهمم، لان مفيش مواتير 1200 سي سي غير في اوروبا، والعربيات في اوروبا غالية. فانت كده يعني، بس انا ده اللي انا قصدي عليه. لكن هل الموتور ال 1200 سي سي ده يصلح ولا لا؟ انا هقول لك على حاجه، انا ضد المواتير الثلاثه سلندر عامه. المواتير الثلاثه سلندر دي معموله عشان توفر وقود بمنتهى الامانه، وفعلا هي بتوفر بنزين جدا فعلا، لكن انا مش معاها. لان انت النهارده عشان تركب عربيه شخصيه ومثلا عايز تقرص، عايز تجري، عايز تطلع مطلع، عايز ومعاك اسره او بتاع، هيبقى ومشغل تكييفك تقيله قوي العربيه 1200 سي سي 3 سلندر او حتى 1400 3 سلندر، تقيله قوي يعني، العربيه هتبقى تقيله قوي. فانا مش حابب ده قوي عشان اكون واضح معاك وصريح. ايه الفرق بقى ما بين عربيه بنزين وعربيه مايلد هايبرد وعربيه بلاجن هايبرد وعربيه كهرباء؟ عربيه بنزين هي بتاخد بنزين وبس، خلاص فيها موتور بنزين بس. عربيه مايلد هايبرد دي عربيه بنزين ومعاها بطاريه بتساعدها ان هي توفر بنزين في الزحمه، فالعربيه في الزحمه بتستخدم البطاريه مش بتستخدم البنزين، سواء مشغل تكييف، مشغل اغاني، مشغل اضواء، نور بتاع،
فانت ما بتستخدمش البنزين، يعني الدينامو مش بتحرق بنزين عشان الدينامو يشتغل يولد طاقه تكفي القصه دي، لا هي القصه دلوقتي ان البطاريه هي اللي بتطلع الطاقه اللي انت محتاجها. فانت هنا بتوفر تقريبا 30% من استهلاك الوقود. طيب البلاجن هايبريد اللي هي بيبقى فيها موتور كهربائي وموتور بنزين وبطاريه مع الموتور الكهربائي، دي بيبقى معاها كابل كمان حضرتك تقدر تشحن بيه. البلاجن هايبريد دي بتدي لك لو انت جبت العربيه على السبورت، فانت بتشغل الموتور البنزين والموتور الكهرباء، فبيبقى معاك قوه اكبر من الموتور البنزين لوحده. طبعا دي موفره جدا بقى في الوقود، لان العربيه دي تقدر تمشي بيها لغايه مسافه ال 60 70 كيلو متر سرعه على الكهرباء. فانت دي طبعا طول ما انت بقى في شوارعنا، احنا تقريبا معظم الشوارع عندنا في مصر اقصى سبيد ليك 80، فانت هنا معظم مشيك هتلاقيه كهرباء، فالعربيه دي بتوفر حوالي 70% من استهلاك الوقود. فدي العربيه دي تقدر تمشي بيها تقريبا ال 100 كيلو، تستخدم تقريبا من 1.7 ل 2.0 لتر، يعني من لتر و7 من 10 ل 2 لتر في ال 100 كيلو. انت متخيل الرقم؟ فده طبعا رقم محترم جدا، فانت بتوفر بنزين بشكل رهيب. دي حاجه. اما العربيه الكهرباء، العربيه الكهرباء بقى دي فيها موتور كهرباء وبطاريه كهرباء كبيره، بس مفيش بقى ولا بنزين ولا خلافه. دي كده حضرتك انت بتوفر تقريبا مفيش بنزين خالص، مفيش صيانات، مفيش بقى مفيش بوجيهات، ومفيش فلتر هواء، مفيش زيت، مفيش بقى اي حاجه، مفيش الموتور اتكسر، مفيش الكلام ده خالص. والسرعه بتاعتها يعني ناقل الحركه بتاعتها دايركت، مفيش فتيس بقى وغيارات وكلاتشات ومفيش الكلام ده. فهي عربيه بتبقى كهرباء بالكامل، كل اعتمادها الكلي على الشحن، ان انت تقدر تشحنها، وبتاخد تقريبا الشحن البطيء بتاعها بتاع المحطات من 5 ل 6 ساعات، وشحن المنزل من 8 ل 9 ساعات، والشحن السريع من 20 ل 25 دقيقة. ده باختصار شديد جدا الموضوع. واخيرا قبل بس ما اقفل الفيديو الجميل ده، لو انت حضرتك عايز تسأل على اي حاجة تخص المواتير الخاصة باي عربية، قول لي وانا هرد عليك والله بما يرد الله. لا ليا مصلحه هنا ولا ليا مصلحه هنا، فانا مش علشان الراجل عامل يعني عامل كامبين دعايه مش طبيعيه القبطان علشان يوري الناس العربيه الجديده، اللي هو عمل تعاون مشترك ما بين كوريا ومصر والامارات، لان هو عنده فرع في الامارات، فهو عامل تعاون مشترك ما بين كوريا ومصر والامارات، فعامل كامبين دعايه جامده جدا. فده مش معناه ان عشان كده لو العربيه حلوه، العربية وحشة انا هقول عليها حلوة، لا مفيش الكلام ده، وكل الناس عارفة الكلام ده. وهو شخصيا صاحب القبطان نفسه اللي كلمني لما قال لي خد العربية علشان تجربها، هو عارف ومتأكد ان لو العربية وحشة انا هقول عليها وحشة، لكن العربية فعلا بصراحة عجبتني. اذا كان في عربيات صيني انا جربتها وعجبتني، فلا هو الموضوع مفهوش اي انحياز لاي حاجة، بالعكس ده راجل بيستورد زيي، يعني انا من مصلحتي ان انا اقول ده كخة، دي العربيات بتاعته وحشة، لكن انا ما فيهاش الكلام ده، والناس عارفه كده كويس. في ناس بتجيلي عشان تستورد عربيه والاقيه جايب لي عرض. لو انت سامع الفيديو ده، انتوا مش واحد ده انتوا كتير، فلو سامعين الفيديو ده اكتبوا في الكومنتات قولوا حصل معانا كده، بيبقى جاي وجاي عايز يستورد عربيه ومعاه عرض معرض، او واحد صاحبه معاه عربيه مستورده ومستعد ان هو يبيعها له بسعر كويس، فبقول له لا طبعا، ما يعني ليه تستنى الفتره دي عشان هتوفر ايه 100,000 جنيه في عربيه ثمنها 6 وشويه 6 مليون وشويه؟ لا يا باشا طبعا خد العربيه دي فورا. بيستغرب بيقول لي انت بتوقف حالك؟ ايه يا عم انا مش بوقف حالي ولا حاجه، الارزاق بتاعت ربنا، انا بدور لك على افضل عرض ليك، الحاجه اللي تناسبك مش الحاجه اللي تناسبني، لان هي العلاقه ما بيني وما بينك وينت وين سيتويشن، احنا الاثنين لازم نكون كسبانين. انت جاي لي علشان اضلك على الطريق الصحيح، مش جاي لي علشان انا ادلك على الطريق الصحيح ليا انا. لا يا باشا، الارزاق بتاعت ربنا، احنا بنجتهد وبنسعى وربك هو اللي بيرزق، وكل واحد بياخد نصيبه في الدنيا. انما ما ينفعش حضرتك تسالني تقول لي انا قدامي العرض بتاعك وقدامي عرض تاني، وانا اقول لك لا خليك في العرض بتاعي انا هستوردها لك. وفر لك يا باشا 150 و200 الف كمان، مش 100 بس، وهتشقلب وهقرص على نفسي ومش عارف كل ده عشان ايه يعني؟ عشان استورد لك عربيه واخد منك قرشين؟ لا يا عم، الصح بتاعها خد دي، مفيش مشكله. اي حد فيكم عايز يسال على اي عرض قدامه لاي عربيه، اكتب لي يا باشا العربيه اللي انت بتسال عليها، وقول لي معروض عليك بكام، وانا هقول لحضرتك ده عرض كويس ولا عرض مش كويس بما يرضي الله. مش عايز من حد اي حاجه، وما باخدش من حد اي حاجه، ومش محتاج اي حاجه، الحمد لله ربك
ساترها والدنيا ماشيه تمام الحمد لله. كل قنواتنا الشرعيه على السوشيال ميديا شريف فيصل اون تراك فيسبوك يوتيوب انستجرام تيك توك. ما تنساش قبل ما تسيب الفيديو ده وتروح في اي حته صلي على رسول الله، اعمل لايك وشير، واشوفكم يا رب على خير. شريف فيصل اون تراك، سلام عليكم.